كانت حرب أكتوبر من عام 1973 نقطة محورية من أجل استعادة الأرض ومعها الكرامة والكبرياء. وبعد اليوم السادس عشر من الحرب بدأت المرحلة الثانية، وهي الحرب الدبلوماسية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، والتي حققت فيها الدولة المصرية نجاحا لا يقل أهمية عن النجاح العسكري. حرب من أجل استعادة الأرض والعرض ومعها الكرامة والكبرياء، هكذا كانت حرب السادس من أكتوبر عام 1973 من أجل الأرض تنزف الدماء وتخاض الحروب. فكانت حرب أكتوبر المجيدة، فالأرض ليست كأي أرض، فعلى أرضها وحدها تجلى الله للبشر وكلم الله نبيه موسى، وهي مهد أول الرسالات السماوية، تلك البقعة الغالية من أرض مصر، إنها أرض سيناء الطاهرة. بالحرب تحركت المياه الراكدة لتنهي حالة الجمود التي حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يفرضها من خلال سياسة الأمر الواقع. بعد يوم السادس عشر من الحرب بدأت المرحلة الثانية، وهي الحرب الدبلوماسية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، وتم إصدار القرار رقم 338، والذي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءا من 22 من أكتوبر وصولا إلى مباحثات الكيلو 101. وفي سبتمبر من عام 1978 وافقت مصر وإسرائيل على الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية. تم الإعلان عن التوصل لهذا الاتفاق ثم التوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض يوم 18 من سبتمبر عام 1978 لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي. في 26 من مارس من عام 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام، اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، والتي نصت على إنهاء الحرب وإقامة السلام وانسحاب إسرائيل بالكامل من سيناء وعودة السيادة المصرية على كامل التراب المصري. خلال الانسحاب النهائي الإسرائيلي من سيناء كلها في عام 1982 تفجر الصراع ما بين مصر وإسرائيل حول طابة. عرضت مصر موقفها بوضوح، وهو أنه لا تنازل ولا تفريط عن أرض طابة، وأي خلاف ما بين الحدود يجب أن يحل وفقا للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. في 30 من سبتمبر من عام 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية بالإجماع أن طابة أرض مصرية. في 19 من مارس من عام 1989 تم رفع علم مصر على طابة المصرية نداء للسلام من فوق أرض طابة. كان هذا هو المشهد الأخير في سلسلة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي، انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية.